عبوة ناسفة انفجرت أمام أحد المحلات في مشروع الإصليبة بمدينة اللاذقية بالقرب من مشفى الصوفي، وأدت إلى أضرار مادية دون وقوع ضحايا. أصحاب المحلات والمواطنون في الجوار استنكروا هذا العمل الإرهابي الذي يقصد منه التخريب والقتل. يعني ما بعرف شو بدي أحكي، شو بدي أقول، شو صار بالبلد؟ يعني نحن سوريين ولا شو نحن؟ يعني نحن إخوات ولا شو نحن؟ يعني الصهيوني والإسرائيلي ما عمل العملية هذه، يعني بريدوا هاي الحرية بدنياها، هاي الحرية بدنياها، هاي اللي هو يعني أنا بتمنى من الشباب اللي عملوها والناس اللي عم تعمل هيك. نحن غاليين، نحن سوريين، نحن الناس كيف بتحسدنا عايشتنا، بتحسدنا على اللي نحن عايشينه. ليش هيك؟ ما حرام؟ طب ما حرام؟ طب هذا ما باب، هذا ما باب رزق. طب ليش يا أخي؟ ليش؟ والله عمل ما أنا كويس، عمل إرهابي، وأنا طب شو ذنبي صابة في السيارة هون حتى يصير فيني هيك؟ شو عمل بهدل يا أخي؟ والله كنت على البندج وأول طابع عم بشتغل، ما حسيت هو عم نصيبة. عمل شو إرهابي هذا؟ شو عمل يعني؟ يا عمل كويس؟ ما عمل كويس والله يا أخي. نحن هلا باللاذقية بمشروع صليبة قرب مشفى الصوفي. عمل إجرامي هاد ما بينم إلا عن إجرام وحقد. عالم مرتبطة. يعني يا حيف يكون يشيل هوية سورية، هاد ما لازم يكون سوري، لأن السوري ما بيساوي هيك. السوري طول حياته فتح جناحه وبحضن هالعالم هاي كليتها، بحضن العراقي واللبناني، ما تركنا قومية اللي حضرناه وحطيناه وعيشناه هون، بس هذا ما هو سوري. الإرهاب ليس له هوية أو عنوان، وعقيدته الوحيدة هي ترويع الآمنين وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.